of exceptions and exceptions of exceptions and things like that. ف واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان حصر. يعني يقول إن حروف المد اللازم الحرفي comes only in eight letters and it has to be in the beginning of surahs. فيقول واللازم الحرفي أول السور وجوده، يعني كلمة وجود اللازم الحرفي أول السور، ده الجراماتيكلي يعني جراماتيكال ستراكشر يعني. فواللازم الحرفي أول السور وجوده، يعني وجوده يكون، يعني وجوده في أول السور. اللازم الحرفي أين يكون موجودا؟ Where is the وجود of it؟ في أول السور. That can be a quizzing question. Where does المد اللازم الحرفي مثقل ومخفف يعني بنوعيه، where does the مد اللازم الحرفي with its two types occur in the Quran or comes in the Quran؟ Where؟ تقول أول السور فقط لا غير، أول السور وجوده. وفي ثمان انحصر، تقول في كم حرف من الحروف أوائل السور يكون فيها المد اللازم. That's another quiz. Those are the things that you ask yourself so you remember. يعني كم حرفا؟ تقول في ثماني حروف، ثمانية أحرف يعني أو حروف. طيب يجمعها، let's have an acronym now. يجمعها حروف كم عسل نقص؟ كم عسل نقص؟ كاف وميم وعين وسين ولام ونون وقاف وصاد. كم عسل نقص؟ كم عسل نقص يعني. So here for the poetic necessity he wrote it كم عسل نقص، هي كم عسل نقص يعني، أو كم عسل نقص. طيب أو تقول نقص عسلكم، براحتك يعني. same thing، نقص عسلكم أو كم عسل نقص. if you wanted a question تقول كم عسل نقص، يعني there is lots of honey that will not be يعني perfect or it will have some نقصان يعني. or تقول نقص عسلكم، يعني your honey is decreased has decreased. فكم it can be as a question article in the beginning or it can be ضمير like a pronoun at the end position، ضمير يعني pronoun of position، ضمير ملكية يعني. نقص عسلكم، عسلكم أنتم يعني. وعين يعني نقص عسلكم أو كم عسل نقص. كاف ستة، سكس. ميم سكس. سين أنا أسكيب عين intentional يعني، سين سكس حركة، لام سكس حركة، نون، قاف، صاد. all those are six حركة one opinion يعني one word. طب what about the عين in the next half of the line he says وعين ذو وجهين والطول أخص. والطول أخص يعني preferable يعني to make it six also but you can do four or six. وجهيني فيقول يعني الطول أخص. طيب to understand that I explained it to you before but let's go over it again. يعني المد اللازم الحرفي في هذه الكلمات you can say نقص عسلكم أو كم عسل نقص أو سنقص علمك. حلوة دي شيخ عمار دي، ها؟ سنقص علمك. We are going to narrate your علم يعني. ماشي؟ سنقص علمك. شيخ عمار كده make a poem for us about سورة الإخلاص وإحنا إيه؟ We go narrate it بقى. فهذا سنقص علمك. ف these are the letters of المد اللازم الحرفي. طيب examples الكاف كم نقص كم عسل نقص يعني كاف هي one كاف only in the whole Quran in the beginning of سورة لم تتكرر يعني one كاف في سورة مريم بس there is no other surah that start with letters that has كاف in it except with سورة مريم ولا ثانية لها في كافها يعني والميم مكررة
في أول البقرة وآل عمران والروم والعنكبوت، يعني كل سورة فيها ألف لام ميم ستجد الميم، وألف لام ميم صاد في أول الأعراف، وألف لام ميم را في الرعد، وعندك طاسين ميم في الشعراء بقى والقصص، وحاميم عندنا يعني 7 سورة، ويعني that's it. فهذا هذه هي الحروف الموجودة في الميم. الميم مكررة في هذه الكلمات، في ألف لام ميم هذه كلمة and it is in few surahs، وألف لام ميم را and it's only في سورة الرعد، وطاسين ميم الشعراء والقصص، وحاميم في all the surahs start with حاميم. And there is no 6 word يعني، هم 5 words بس مكررين يعني، they are repeated في letter ميم in 5 words. العين only in 2 places، الشعراء I'm sorry مريم والشورى